بسم الآب ابن روح القدس إله الواحد أمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية يومية من رسالة بولس الرسول إلى أهل الرومية إصحاح 8 عدد 15 و16. أخوتي الأحبة، إحنا نعرف أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية. الكتاب هنا يعلمنا، يقول إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله. آمين. مبارك اسمك يا رب. التأمل صغير يجي مع آية يوم. آبا أو بابا، استمع إلى طفل واستمتع. هذه الأصوات أساسية، شيء لا يصدق. يسوع أرانا روح القدس سمح لنا أن نتكلم مع الله بهذه الألفاظ المألوفة، والثقة بالنفس والإحساسية والاعتماد. الروح القدس هو الذي يضمن لنا أننا لا يجب أن نخاف من الله. تكون لك علاقة شخصية مع الرب، تتكلم معه كصديق كأب، ولا تخاف. ادخل غرفتك وتكلم معه حتى يعرف، حتى يقرأ قلبك. تكلم معه واشرح له ايش ما تريده، هو يتكفل في امورك كلها. هو اوريدي دفع ثمن خطيتك، ديونك كلها مدفوعه وتعبك كلها ماخذه. هو يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اريحكم. هو اوريدي مريحك، بس يريد من عندك تتكلم معه، تسوي لك صداقه معه، ثقه، علاقه معه. صدقني صدقني راح ترتاح نفسيا. نجعل على التأمل مع آية اليوم. ولا يمكننا أن نقترب منه كأب محب وحنون الذي يستمتع دائما لقلوبنا ويسمع ويسعى ليبارك حياتنا. آمين. وأريد يبارك حياتك وحياتنا في كل يوم في كل لحظة. الصلاة تجي مع آية اليوم. أبا الآب، أنت مجيد ومهيب، أعمالك عجيبة، قوتك يا الله لا يمكن فهمها، نعمتك يا رب القوات الرائعة. أشكرك أيها الآب البار والقدوس لسماحك لي أن أقترب منك كأبي القريب مني دائما والحاضر في حياتي. من فضلك اجعل قربك مني يتضح أكثر في حياتي اليومية، باسم يسوع ربي ومخلصي وصلي أمين. أخوتي الأحبة، ربي بارككم، ربي يقويكم. نشوفكم فيديو ثاني، الوقت شوية متأخر. صبحنا على خير. Good night.